لأنك أقوى من السرطان، ولأنك أم، ولأنك غالية. كانت هذه هي الكلمات التشجيعية للقيام بالفحص المجاني للثدي ضمن الحملة التي تقوم بها أكثر من 132 مؤسسة صحية ومجتمعية، والتي تستمر طيلة شهر تشرين الأول الذي هو شهر التوعية العالمي بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. نا منصور السيدات بعمر 40 وطالع، واللي عندهم شيء قصة عائلية أو شيء يعني بال 37-35 ممكن إنه نعمل لهم فحص الأم الوالدة مثلا كذا، إذا عندهم شيء عندهم إصابات يعني إنه ممكن نعمل لهم إياها. بيجي لعنا كتير مرضى وكتير الحمد لله في إقبال على الحملة كتير يعني، بس نحن محددين الكمية مشان ما يصير عنا عجقة. بنقبل بين 10 و15 مريضة يوميا، ونعطي موعد لأنه لفترة شهر، والحمد لله بالثدي ما في شيء إسعافي يعني، هو يعني لو 31 شهر نحن عنا بقى مساويهم براحتنا. والحلو كتير كتير بهالحملة هلأ أنه لحنا فوراً المريضة بتاخد السي دي وبتاخد النتيجة والتقرير معها. بمتابعة شوي للإعلانات اللي عم تطلع بالوسائل التواصل الاجتماعي، الوسائل الطرقية، وسائل الإعلام الطرقية، لفتت نظري بالإضافة لمجموعة مبادرات كانت عم تشجع على هاي الحملة. حبيت أنه أعمل فحص. الحقيقة رحت وعملت إيكو قبل ما أجي، فتبين أنه هيك في شوية كويسات عندي بالثدي، وهي سليمة، ولكن قالوا لي أنه لا، أنه معلش تابعي إجراءات الحملة، روحي اعملي ماموغرام. وإجيت جيت الصدر قام وجعني، وجيت على المشفى وسويت فحص وقالي معاك هالمرض، والحمد لله بي يعني علاج وتعالجت بي الحمد لله رب العالمين. الحملة تهدف لتوعية السيدات بمخاطر سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عنه، وتدريبهن على الفحص الذاتي وتوفير الفحص الطبي السريري والشعاعي مجاناً عبر مراكز شركاء الحملة في المحافظات، فضلاً عن تقديم الدعم الطبي للسيدات اللواتي يستدعي وضعهن المباشرة بالعلاج.